بسم الله الرحمن الرحيم، نحكي على هيريديتير، يعني الوراثيون أو علماء الورثة. عفوا، علماء الوراثة يعني. صح. الأول هو إيراتوثيسان، يعني 276-194 قبل الميلاد، من مواليد ليبيا، درس الرياضيات وعلم الفلك والجغرافيا والشعر. صح. يدير مكتبة الإسكندرية، كان يدير مكتبة الإسكندرية. استطاع تقييم محيط الأرض. ثاني كان إقليدس 300 قبل الميلاد، مؤسس مدرسة الإسكندرية تاع الرياضيات الرياضية. أرخميدس 287-212، هو الهيدروستاتيكي والميكانيكي والهندسي. إبراك 190، وبيا إبراك 190-120 قبل الميلاد، هو الهيبارخوس الإسكندرية. خدم كتالوج بتاع النجوم وعلم المثلثات. فيثروس 70-25 قبل الميلاد. قال لك الفيثروس هو المهندس المعماري والجندي الروماني يعني. بتوليمي 100-170. صح. قال لك هو يوناني الإسكندرية، عالم الفلك، الرياضيات، علم المثلثات، الجغرافيا، خطوط الطول، خطوط العرض. شغل هذه الحوايج كاع هو اللي خدمها. مرجع في علم الفلك حتى القرن السادس عشر، ومركزية ومركزية الماجستي. صح. ديو سكوريد 40-90. ديو سكوريد هذا وشنو خدم؟ الدواء، علم النبات، تركيا. قالك صح. وهو تلميذ ثيو فراست. صح. واش خدم عندنا ثاني؟ بروميير ليفر، شنو مرجع بريمير ليفر عنوانه، مرجع كتاب الصيدلة الأول، دي ماتيريا ميديا حتى القرن التاسع عشر السابع عشر. صح. بيليني القديم 23-79، مؤلف التاريخ، هو مؤلف التاريخ الطبيعي، عالم الفلك، الجغرافيا، علم وظائف الأعضاء، علم الحيوان، علم النبات والطب. يعني هذه الحوايج كاع تقريبا تخصص فيها. جاليلي جالين، يعني جالين دي بيرجامون 131-202، هو طبيب روماني. استطاع دراسة علم الحيوانات، الملاحظة التشريحية لجسم الإنسان، مرجع حتى القرن الرابع عشر. مش يقول تفرز الأنثى مادة قادمة من الدم وتشارك إلى جانب مادة الذكر في تكوين الجنين. صح. لي سونتر دو فورماسيون أثيني، يعني مراكز تدريب في أثينا. وينهم؟ الأكاديمية التي أسسها أفلاطون، وكان تأسس بحيث تأسست هذه المدرسة عام 365 قبل الميلاد، وتطورت بعد وفاة أرسطو من قبل تلميذه ثيو فراستوس. صح. لو سونتر دو فورماسيو أليكسندري، يعني مراكز تدريب الإسكندرية اسمها، يعني أسسها الإسكندر الأكبر. صح. وهي وينها؟ متحف ومكتبة الإسكندرية 3 سنة قبل الميلاد، المركز الفكري الرئيسي في العالم. صح. البحر المتوسط لعدة قرون. صح. 70,000 جنيه، 3 حراك، 272 قبل الميلاد، 390 قبل الميلاد، مش عارف شنو. صح. روحوا الإمبراطورية، الإمبريك رومان، الإمبراطورية الرومانية. وش قال؟ قال لك سيطر الرومان على اليونان عام 146 قبل الميلاد، ومن بعدها لا يوجد نشاط علمي محدد، معناه ما عداش. نزوح غربا للمركز السياسي البحر الأبيض المتوسط،
بعدين وش داروا؟ تبقى مراكز تدريب مرجعية في المشرق، درسوا واستطاعوا دراسة الطب وتدريب الأطباء في مدارس الشرق. صح، الإمبراطورية البيزنطية، الإمبير بيزنطيان، قسموا روما عام 395 وتشكيل الإمبراطورية البيزنطية، نقل عاصمة الإمبراطورية الرومانية إلى القسطنطينية. الإمبراطورية البيزنطية هي وريث التقليد الهيليني. صح، جامعات الإمبراطورية البيزنطية، يعني خدموا الجامعات فيها في القسطنطينية، في أثينا، الإسكندرية، الأنطاكية، بيروت، غزة، قاع خدموا فيها الجامعات. صح، ليميغراسيو فير لاست دي فوي انتيلكتويال، يعني الهجرة إلى الشرق من المراكز الفكرية، وذلك للحد من الإمبراطورية البيزنطية وإغلاق المراكز الفكرية والمدارس واللجوء إلى بلاد فارس. صح، فارس، بلاد فارس هي مركز فكري رئيسي مدة 5 قرون، تم الحفاظ على وإثراء التراث اليوناني البيزنطي، تقول في بلاد فارس، بالإضافة للمسامات الفارسية والهندية والعبرية. ثاني، يعتبر مركز هام للدراسة والنسخ والترجمة للمؤلفين اليونانيين والترجمة إلى السريانية ثم إلى العربية. روحوا لسيونس دو لونتيكيتي، يعني علوم العصور القديمة. وينها؟ كان علم الأحياء، علم الحيوان وعلم النبات، كان الرياضيات والهندسة، كاين الطب وتشريح طب وجراحة، كاين الكيمياء، وكاين الفلك. طرق البحث، لي ميثود دو ريشيرش، يعني البلاغة، فن التحدث بشكل جيد. صح، الجدلية، الوسائل المستخدمة في المناقشة للتظاهر والدحض والإقناع. صح، الاناليز، يعني الاناليتيك، يعني تحليل جزء من المنطق الذي يتناول البرهان، والاستنتاج من بعض المبادئ بناء على الخبرة والملاحظة. صح، امبيريزم، التجريبية، الملاحظة والخبرة. سيلوجيزم، القياس المنطقي مبنيين على استنتاج واحد. التفسير، الاكسبليكاسيو، يعني التفسير العلمي يحل محل التفسير الأسطوري. صح، المويان اج 500 حتى 1500، العصور الوسطى. مقدمة، واش قال لك؟ العصور القديمة، قالك من الكتابة، قالك من الكتابة إلى سقوط الإمبراطورية الرومانية، من وقتها، من 3500 قبل الميلاد حتى 476 قبل بعد الميلاد. العصور الوسطى منين بدأت؟ بدأت من 500 سنة بعد الميلاد حتى 1500 سنة بعد الميلاد. القرن السابع، وين سيتم سياكله؟ هو الإسلام اللي ظهر فيه الإسلام هذا. صح، لا ترانسميسيون، الانتقال، واش قال لك؟ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476 بعد الميلاد. صح، لا سيفيليزاسيون أرابو مسلمان، يعني تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، المعرفة العلمية اليونانية والفارسية والهندوسية والصينية. كونتاكت اونتر بلوزيار سيفيليزاسيون، يعني اتصال بين، استطاعت الاتصال بين العديد من الحضارات. صح، بصفه، يعني استشار علماء مسلمون الاعمال العلميه القديمه في الاسكندريه. ثاني، الامبراطوريه الساسانيه القرن السابع، معرفه بلاد فارس القديمه. الاتصال، ثاني استطاعه الاتصال بالحضارة الهندية. ثاني لقاء مع الصينيين في عهد العباسيين، تقنية صناعة الورق للبابر. مصانع في سمرقند،
وبغداد ودمشق والقاهرة، العلوم الإسلامية قالك تظهر الثقافة العلمية في وفي دمشق ثم في بغداد من 750 في دمشق يعني من 661 حتى 750، وفي بغداد من 750 حتى 1258، ترجمات ومراجعات لأعمال العصور القديمة في الفيزياء والرياضيات وفي الفلك وفي الطب، المترجمون وهون هم كان حنين بن إسحاق 899، نصوص العصور القديمة هي أولا نصوص التكست وينها قالك هي محفوظة مرسلة ومعززة يعني ما يقربوهاش في الرياضيات وعلوم الفلك والكيمياء والبصريات والطب، الأوامل التنمية يعني الفاكتور ديفلوبمون يعني هي العربية العرب، النحو واللغة وتفسير القرآن والحديث، وضع القواعد أنستوراسيو يعني وضع القواعد والبحث في المراجع لغة الدين والإدارة والفلسفة والعلوم، بريسيزيو يعني الأحكام كلمات علمية وتكنولوجية من أصل عربي، يعني الكالي الكالي قلوي، الجبر الجبر، الشيمي كيمياء، الكحول يعني الكحول لا يزال صفر شراب، شجع القادة المسلمون البحث العلمي ونشر المعرفة، قالك في عهد هارون الرشيد ف 786 حتى 809 فرض استخدام الورق، تم بناء المدارس والمكتبات، اجتمع المأمون في 813 حتى 830 في بغداد مع باحثين من جميع الدول والأديان، في عام 1829 أنشأ مرصد بغداد دراسة وحركة النجوم، في عام 1832 تم تأسيس بيت الحكمة، صح صح لي برانسيبو سونتر كولتوريل اي سيونتيفيك يعني مراكز ثقافية العلمية الرئيسية، دمشق سوريا عاصمة الأمويين، وبغداد العراق عاصمة العباسيين، صح لاروشيرش يعني البحث في المخطوطات والترجمة إلى اللغة العربية من ترجمات سريانية والنصوص اليونانية، الأندلس لزاندلوس يعني من القرن العاشر من القرن العاشر مركز فكري رئيسي، كانت عبارة عن مركز فكري رئيسي، ثاني عدم استطاعنا عدم تتغلغل العلوم والفلسفة العربية واليونانية في الغرب المسيحي اللاتيني، صح الأماكن اللي كانت فيها الدراسة ومراكز تنسر قسطة وطليطلة وقرطبة مراكز دراسة، صح الأفريق الإفريقية فاس مراكش المغرب تأسست عام 1962، بجاية في الجزائر، القيروان في تونس، والقاهرة في مصر، الرياضيات ماتيماتيك 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 وش عندنا الخوارزمي الكندي الفارابي الكراخي البيروني عمر الخيام ابن البنا ابن الشاطر الكاشي، وكل واحد فأغلبيه متخصصين في الماتيماتيك، كل واحد زيادة كان في علم الفلك والجيولوجيا، كان علم الفلك والجيومتري والفيزيك والطب وإلى آخره، كل واحد كيفاه، والسنوات هذه كان في 850 873 900 كل واحد وقتها كان السنوات تاع الاكتشاف تاعو، الاسترونومي يعني علم الفلك هام العلماء تاعو، والفرغاني سند ابن علي البيطامي الصوفي، وهذا تخصصات الاسترونومي زائد تخصصات اخرين هام السنوات وقتها، صح روحوا لوبتيك بصري ابن الهيثم
ابن الهيثم، ابن الهيثم، عالم رياضيات وفيلسوف وفيزيائي إيراني. قالك يشرح الرؤية إذا رأينا، إذا رأينا فذلك لأن الأشياء من حولنا ترسل لنا في العيون جزءا من الضوء التي يتلقونه. صح. المنهج التجريبي نشر مذهبه في الغرب من قبل روجر بيكون وفيكليون، قام بكتاب بعنوان كتاب في المناظير. صح. الكيمياء، إن أول شيء أساسي في الكيمياء هو أنه يجب عليك القيام بعمل وتجارب تطبيقية، لأنه من لا يقوم بعمل تطبيقي وخبرة لن يصل أبدا إلى أعلى درجات المعرفة. صح. تم الترجمة بواسطة وينه روبرت تشيستر عام 1144 وجيرارد دي كريمونا عام 1187. كان كتابات السبعين وكتابات العالمية. وفي الطب في الميديسين المستشفيات مستعمرة الأبرص في البداية وأماكن الرعاية وكلية الطب. اون براتيك لينو ثيسي اون براتيك ينوتيسي يعني يمارس التخدير اسفنجية مبللة بمزيج من مواد مغذية قبل العملية. التشريح ديسكسيو نكتشف الجوانب التشريحية. فونكسيونمون دو سيركيلاسيو عمل الدورة الدموية الرئوية والدورة الدموية. صح. لميدزين. صح. روحوا لميدزين، دوكا روحوا لميد سويناهم، هو الرازي ابن سينا النافيس. الرازي عندنا 9 القرن العاشر، تعاطي دراسة تعاطي الكحول في الطب، الحصبة والجدري والصيدلة والطب النفس. صح. ابن سينا، ابن سينا، ابن سينا من العاشر، القرن العاشر حتى 11. قال لك ابن سينا مترجم أبو قراط وجالينوس. ثاني وصف الأمراض السكري والتهاب الصحي وما إلى ذلك، الوقاية والعدوى، القانون، كتاب القانون. صح. ابن النفيس، ابن النفيس قال لك وراء ابن النفيس، يصف ابن النفيس القرن 14 الدورة الدموية الرؤية. صح. للشيروجيا وينهم أبو القاسم الزهراوي 1013 يعني. صح. وهو العمل المرجعي على الجراحة، ابن زهر. صح. الطب هامرهم، هذا نتاع الطب هامرهم الأسماء تاعهم، هام التخصصات تاعهم كل واحد، وكاين اللي عنده تخصصات أخرين، هام السنوات كل واحد والتخصص تاعو السنوات وين كان وكتب. صح. لزوبيطو المستشفيات، أول قال لك مستشفى كان في دمشق عام 710، ثاني المستشفى الأول في بغداد تحت هارون اللي خدمه الرشيد، وتم بناء 5 مستشفيات جديدة في 100 عام من قبل، المفروض قارون المفروض قبل هارون الرشيد يعني. صح. روحوا لفارماسولوجي يعني علم الأدوية، وينها متخصص فيها ابن البيطار 1248. علم الحيوان، علم النبات، هذه الحوايج اللي تخصص فيها. صيدلية جامع مفردات الأدوية والأغذية، الأندلس، مصر وسوريا. صح. البيروني ذوق البيروني ثاني، ثاني هو المفروض. صح. بوتانيك إيزيولوجي يعني علم النبات وعلم الحيوان. قالك لزارب يعني العرب يترجمون أطروحات بلاد ما بين النهرين واليونان والرومان وأرسطو. صح. الألامبيك اللقطات لمواد التقطير زيت الورد. كرياسيو يعني إنشاء الحدائق النباتية أماكن تأقلم الدراسة على النباتات الطبية، الزراعة والهندسة أجرونومي، أجريكولتوري أجرونومي يعني إتقان
الهيدروليكا وعلم النبات، تنويع الزراعة في مناطق البحر الأبيض المتوسط، شجرة القمح والكرمة والزيتون إلى آخره. الكولتور يعني زراعة القصب، السكر والقطن والحمضيات والموز والزعفران. ابن العوام كتابة الكتاب الفلاحي. أنا حكينا هذاك الأول المفروض البيروني فيه تخصصات الحوايج كما هذه، كما ابن العوام كتاب الفلاحة، الاسترلاب. الاسترلاب يعني استخدم تحديد الوقت ليلا ونهارا وتحديد ارتفاع النجوم والشمس في السماء وتوجيه نفسه. نعرف التوجه في مكة صح. موياناج يعني العصور الوسطى في الغرب، أونوسيدون يعني الحرب والمجاعة واستقصاء المرض. ترانسميسيون قال لك في القرن الثاني عشر ذهب علماء من أوروبا إلى الأندلس وتعلموا اللغة العربية لترجمة النصوص العلمية صح. ديبي دو ترادكسي يعني بداية بعض الترجمات من العربية اللاتينية. خوان إشبيلية، جيرارد كريمونا الرازي وقانون ابن سينا، ديمينغو غونسال فيزس، قسطنطين الإفريقي. العلماء الأوائل في أوروبا منهم ليوناردو بيسانو المعروف باسم فيبو ناتشي، 1250 1170 1250، 12 سنة. أخذه والده إلى بجاية لتعلم اللغة العربية والحساب. روبرت جروستيس أكسفورد 1268 1253، العلوم الفيزيائية البصريات أوبتيك أرسطو والحزان. روجر بيكون كاهن يدرس في أكسفورد بباريس 1214 1293. دراسة اليونانية العربية والبصريات والرياضيات وعلم الفلك والتجريب، كل شيء مبني على الخبرات. تو صح، تو لي سيونس بيكيك يعني كل علوم تتطلب الرياضيات. هذا وش كاين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.